الشذوذ البشريه اللي هو كان عيشوا فيه حاليا ولكن بزاف الناس باقي ما عارفينوش. كان عيشوا واحد المرحله انتقاليه في مجال الاقتصاد في مجال المال وفي مجال الاداب. هنايا تنقصد شي حاجه اللي هي عندها علاقه بالفلوس عندها علاقه بالقيمه اي حاجه عندها قيمه عندها فالور. هذا التكنولوجي سميتها لا بلوك تشين او لا عندها بزاف الاسماء تكنولوجيا البلوك تشين انترنت القيمه. علاش؟ لانها عنده علاقه بالقيمه. كيفاش؟ احنا غادي نشرحوها ان شاء الله. غادي نحاول نختصر نحاول نعطيكم يعني معلومات او عناوين عريضه لبعضياتها باش على الله توصل المعلومه ان شاء الله بطريقه صحيحه وبسرعه. اول حاجه غادي نهضروا على تكنولوجيا. تكنولوجيا سميتها البلوك تشين. هذا البلوك تشين كتعتبر رابع تكنولوجيا في العالم او في الحياه البشريه. اول تكنولوجيا كانت هي اله الطباعه اللي كانوا الناس قبل كيلقاو واحد الصعوبه باش انه يكتبوا واحد عدد كبير ولا نسخ كثيره من واحد كتاب معين ولا من واحد مطبوع معين باش يكتبوه ويحرروه ويحققوه عاد يطلقوه ولا يوزعوه باش ان الناس يقراو فيه ويعرفوا شنو فيه. كان داكشي كياخذ وقت كثير وتياخذ واحد المجهود كبير بزاف. الوقيتة اللي بانت التكنولوجيا ديال الطباعه ديال اله الطباعه سهلات هذه الماموريه سهلات باش ان تطبع واحد العدد كبير ديال المطابع نسخ كثيره لواحد المطبوع معين. وهذا الشيء ساهم بدوره في انتشار العلم بسرعه وبطريقه صحيحه لان كتاب باش تطبع راه تطبع كوبي كول ماشي بحال الناس كانوا كيبداو يكتبوا ضروري تيوقعوا اخطاء. الشيء اللي كيخص ضروري يكونوا ناس اخرين اللي كيحرروا تيقلبوا ويتاكدوا من الصحه ديالته 100%. دونك فاش بانت اله الطباعه هي اول تكنولوجيا في الحياه البشريه ساهمت في انتشار العلم بواحد الوتيره سريعه بطبيعه الحال. هذا انتشار العلم ادى ظهور تكنولوجيا ثانيه اللي هي المحرك. تكنولوجيا المحرك. المحرك احنا كنعرفوا كاملين اي حاجه عندنا كتخدم بالمحرك راه كان الاصل ديالها هو فاش بان اول مره اللي ادى بظهور وظهور التكنولوجيا هذه اللي ساهمت كذلك بزاف ديال الحوايج صالح البشريه. التكنولوجيا الثالثه هي تكنولوجيا الانترنت اللي جعلت العالم كله كيف كنقولوا قريه صغيره بين يدينا. يعني قبل ما يكون الانترنت كان الناس كيعيشوا بواحد الوتيره اللي هي عاديه جدا. فاش بان الانترنت راه كنا كنلاحظوا بان الحياه تطورت بواحد الطريقه اللي هي غير عاديه. يعني بقات الامور كتطور لدرجه انه ولينا كنلقاو الانترنت اللي هو عالم افتراضي موند فيرتوال فيه شي حوايج اللي ما كايناش في الحياه. الى بغينا نعطيو واحد الصوره بسيطه شنو هو الانترنت. الانترنت شنو هو؟ قال الطباعه عرفنا غير المحرك عرفنا. الانترنت شنو هو؟ وشنو هو الهدف منه؟ التواصل. تبدل المعلومات. شكون اخر اللي يقول لي الانترنت شنو هو؟ شنو كنستافد منه؟ ها؟ المعرفه. التصور. دونك هضرنا على المعرفه. المعلومه كبيره. على التواصل دونك المعرفه والتواصل والتصور. نعم سي محرك ديال البحث بصفه عامه. محرك ديال البحث. كتبحث فيه على اي حاجه كتلقاها تما. نقدروا نقولوا هذه المساله عندها علاقه بالمعلومه، عندها علاقه بالمعلومه بالتواصل وكذلك حتى بالتصور، يعني اللي بغيتيها كتقلب كتلقاها. دونك الانترنت واحد المجال واسع جدا هو وسيله لتبادل المعلومات من طرف الى اخر بدون قيود وبدون اي ولا ادنى مشكل. يعني حنا دابا هنا كنشوفوا شنو اللي جمعنا اليوم هنايا التواصل اللي بيناتنا. كنلقاو اكبر عدد من الشركات في العالم الشركات ديال التواصل هي اكبر شركه ديال التواصل مثلا في العالم هي واتساب. واتساب اكبر شركه في العالم ديال التواصل كاينه في الموند فيرتوال ما كاينش شي شركه اخرى اكبر منها. اكبر شركه ديال الاخبار ولا اللي كتعطينا المعلومات يوتيوب هي كاينه في الموند فيرتوال. اكبر شركه ديال اللي قال الاخ بلا تسوق بيع وشراء امازون علي بابا امازون. يعني دونك كنهضروا على اكبر شركه في التواصل اكبر شركه في المعلومات اكبر شركه في التسوق ولا ديال التجاره. شركات هادو كبار يعني نمره واحد في العالم فين كاينين كاينين في هذا الموند فيرتوال في الانترنت. وحنا كنعطيو امثله كاين شركات عاوتاني اكبر شركه ديال السيارات عندها واحد السيه مشات هي كاينه في لندن حتى هي كتلقى شركات كبيره كتحتل المرتبه الاولى في العالم فين كاينه وفين خدامه وعلاش بازيه كاينه في الانترنت وخدامه في الانترنت وبازيه على الانترنت. دونك هاد العالم ديال الانترنت اللي كيف قلنا قبيله
قريه صغيره بيدنا يعني خلال العالم كله قريه صغيره بيدنا، وفي شركات كبار لا في مجال التواصل لا في مجال البيع والشراء ولا في مجال اللي قالت الاخت قبيله ديال اخذ المعلومات، هاد كلهم عبر شركات، يعني كنتناقلوهم عبر شركات، شركات ديال واحد المجال من المجالات اللي كاينه في الحياه، كاينه في هذا العالم الافتراضي هو الانترنت، هو اللي كنستغلو كتستغلو كشركه هنا وكتعتمد عليه البشريه. دونك من بعد الانترنت ظهرت واحد التكنولوجيا اللي هي جديده اللي استضافها حنا اليوم، واللي صراحه يعني الناس كلهم يعرفوها، اللي هي تكنولوجيا البلوك تشين. شنو هي البلوك تشين؟ هي واحد العالم افتراضي بحال واحد الانترنت، غير هو الانترنت كتبادلو فيه المعلومات، والبلوك تشين كنتبادلو فيه القيمه. نعطيكم غير مثال بسيط، الانترنت واش ممكن بار انترنت دابا مثلا هنا في كازا واحد السيد في طنجه عنده ابارتمون باغي يديرها، الا بغيت تشري ما عندوش شخصيه شنو غادير؟ ديبلاصا عنده، ما كاينش شي حل اخر، خاصني ديبلاصا عنده، ملي ديبلاصا عنده شنو غادي ندير؟ خاصك تكتب اجراءات نوطي ياك، هادشي جانبي عنده فانكا البلوك تشين. شنو هو؟ جا حيد لنا هادشي كامل، شنو حيد؟ حيد المصاريف لي فرق ديال اللي قلنا قبيله ديال انك باش ديبلاصا والتوثيق وكذا وسميتو، ربحنا الوقت باش انك تمشي تما تسنى، وحنا كلنا عارفين النظام ولا النظام الاداري ديال البلاد كيفاش داير، يعني الا بغيتي تسني واحد الوقت خصك تشد الصف، وربما تلقى بغيتي تمشي غير بنك ولا شي حاجه تلقى سدات ولا السيستيم واقف ولا الصف ولا المهم بزاف ديال العراقيل والمشاكل اللي كتطلع بنادم بزاف، يعني الا غادي تدي واحد المساله خمسه دقائق ولا تنقول حتى ساعه المكانه كتولي خاصها يومين ثلاث ايام، ولا نقولوا غير ساعه المكانه خصك نهار، فحنا عارفين هادشي، الا بغيتي تشدها غير واحد ساعه المكانه كتولي جالس عليها نهار. دونك هاد السيد اللي باغي يشري من عندنا ابارتمون في البلوك تشين اللي غادي يولي واللي كاين دابا في بعض الدول اللي غيولي في العالم بأسره، هو انه هاد ابارتمون غادي يشريها انا بيسرنا والسيد تما وغنشريها من عنده بهذا البلوك تشين. يوها اوكي، بغي يبيع مثلا لابارتمون ديالو هنا بالرباط هنا طنجة، هاد بقى باش يبيع هاد الشقة ديالو بالبي، غادي يبيعها ليه عبر التكنولوجيا الجديدة اللي هي البلوك تشين. هاد البلوك تشين بلوكلي بالعربية هي سلسلة الكتل، هاد سلسلة الكتل يعني كتلة كتلقى كتل ومربوطين باش سلسلات، ماشي علاش كنسميهم سلسلات الكتل، وشنو هما هاد الكتل؟ هما هاد العمليات اللي كنديرو، إلا بعتك فاطمة كتلة، تبيعها مشينا على الطوموبيل كتلة، بقعة كتلة، أي عملية بحال هكا ديال البيع والشراء كتعتبر كتلة، وعلاش بيناتهم سلاسل؟ هنا غادي نهضر على واحد النظام ديال الحماية اللي هو الدولي والآخر ما كاين في لوموند لحد الساعة، باش أن هذيك العملية أنت اللي كنتي بها اللي هي هذي كتسجل وكتحفظ وكتحمى في هذا البلوك تشين، هو اللي كيقوم بهذه العمليات اللي قلنا قبيله باش تمشي دير بلاصه وتخسر فلوس وتضيع وقت ومجهود الى اخره باش دير واحد العمليه ولا تخلق وقت كبير، كيتحيد داكشي كله كيتلغى وكتقوم بهذه العمليه باسرع ما يمكن بكل التكاليف ثم وانت مرتاح ما كاينش شي جو. هذا لابارتمون كتنتقل الملكيه ديالته للبي والفلوس ديالك كتاخذها من عندك كتجي لعندك، ولكن هادشي كله يتم عبر هاد التكنولوجيا هذه ديال البلوك تشين، كلشي كيتسجل هنا كلشي كيتحفظ هنا كلشي كيتخيل هنا، هذه هي التكنولوجيا اللي دابا مقبل عليها العالم باش انها تسهل وتيسر التعاملات الماليه بطبيعه الحال، وحتى هاد البيع والشراء من بلد الى اخر. كاين دابا ناس في المغرب، كاين ناس في المغرب عارف واحد السيد استشرى ابارتمون في تركيا بالطريقه هذه، الناس خدامين بداو خدامين بهذه الطريقه هذه، وكاينين دول اللي حتى هما حطوا هذه التكنولوجيا ديال البلوك تشين يعني بصفه قانونيه، وخصوصا في البيع والشراء في الاراضي في العقارات في الاملاك. علاش؟ لان هذه الدوله لو انها شافت بان هذه التقنيه ما فيهاش حلول ما غاديرهاش، بالعكس قالت بان فيها حلول المشاكل اللي كتعاش. وحتى في المغرب كان وزير الاقتصاد هضر على المسألة هذه، هضر بان واحد الخطر سمعتو بدوزان قال لي انه المغرب كيدرس على تكنولوجيا البلوك تشين باش تطبق، لانها اخر ما كان بغي يطبقها الشركات غادي يطبقها كلشي، لان فيها واحد النظام الحمايه كيف قلنا اللي هو قوي، ثم كتسهل وكتيسر التعاملات الماليه كامله
ثم كتنقص دوك لي فري اللي كانوا قبل وداك التضييع ديالهم. البنك المغرب راه خرج ديجا ب البنك المغرب صافي غيبداو بالبلوكشين علنوا عليها رسميا. لا قريت هذاك المقال قريتو غير بالديه فيه باقي ماشي رسميا. لا دابا مؤخرا عاوتاني هادي يومين دابا عاوتاني كتبت هادشي اللي كاين حيت البلوكشين حيت الانترنت فاش بان مابقاوش كيقولوا واش نديروه ولا ما نديروش خرج الانترنت صافي تنشر لان اصلا سويسرا هي الرائده في المجال ديال الابناك غتحيد جميع الاوراق ديالها غتدخل كريبتو موني ودخلت هي ديجا في البلوك تشين اذا ما بقاش شي دوله اللي ما تفرضش عليها انها تخدم به. هادشي اللي كاين دبي المدينه الذكيه راه كتستعمل البلوك تشين الا دخلتو قلبتو في يوتيوب وكتبتو في جوجل قلبتو غتلقاو دبي طبيعه الحال اي حاجه اي تكنولوجي في العالم اي شي حاجه جديده اللي غيستافد منها البشريه وتستافد من الدول راه دبي هي الاولى كتمشي كتستعملها. دونك فاش بان البلوك تشين بانت معاه ما يسمى بالعمله الرقميه. العمله الرقميه وسيله ولا اداه جديده في التبادلات في البيع والشراء في التعاملات هي فلوس ولكن شي حاجه اللي هي فيرتوال ما ملموساش غير ملموسه ولكنها مشفره غير قابله يعني باش نهدي شفرة كيف تنقول يعني عمله مشفره محميه رقميه يعني ارقام عباره عن ارقام دي شيفر اللي محطوطين فين في هذاك الوقت شيء ممكن ما غاديش نطول عليكم بزاف في صوره يعني السي كي نوصل فاش بانت هذه العمله الرقميه اول مره بانت تحت اسم البيتكوين اول عمله رقميه شكون اللي كيسمع على البيتكوين ما تي بي البيتكوين غرفه لا تكنولوجيا ديال البلوكتشين في 2008 والبيتكوين تقريبا في اوائل 2009 هو كيقول لك اوائل 2009 اواخر 2008 فاش بدات البيتكوين بدات بقيمه ديال 0.1 دولار الناس اللي كان عندهم مشاكل في التعاملات الماليه كانت عندهم قيود في التعاملات الماليه ما عندهمش الحريه الكامله انهم يستعملوا فلوسهم كيف نقولوا بحسب الحوايج بالمونطون اللي بغى وفي الوقت اللي بغى وفي البلاد اللي بغى ما عندوش الحريه الكامله فاش بدات التكنولوجيا ديال البلوك تشين وبنت البيتكوين تلغات هذيك المشاكل تلغات هذه المشاكل تلغات هذه المشاكل وتوجدات الحلول للناس باش انهم يتعاملوا بفلوسهم بحريه كامله دونك شكون اللي دخلوا في المره الاولى البيتكوين الناس اللي قلبوا على تيسير في المعاملات خلال سنه تقريبا 2010 طلعت القيمه ديال البيتكوين واحد دولار دونك هذا تضربات في 10 الناس اللي دخلوا ما عارفينش بان القيمه ديال البيتكوين راه طلع ولا تبار رغم انهم عارفين بان القيمه ديالها كيتحكم فيها العرض والطلب يعني ما كيتحكم فيها لا بنك مركزي لا حكومه لا دوله لا حتى شي حاجه كيتحكم فيها الاشخاص الناس اللي داخلين بها يقدروا يدخلوا لها الناس يتعاملوا بها كتطلع القيمه ديالها وعكس صحيح دونك فاش طلعت القيمه ديالها في 2010 لواحد دولار اكتشفوا بانه كاين هناك استثمار على ملي كنحط انا 100 مليون ولقاها ولا 8 مليار راه الاستثمار صحيح تضرب ليا في 10 الا حطيت 10 مليون ولقيتها 100 مليون راه الاستثمار صحيح حطيت مليون ولقيتها 10 مليون الاستثمار صحيح خلال سنه دونك هنايا بداو كيدخلوا الناس كيستثمروا فلوسهم في العمله الرقميه ديال البيتكوين ولاو كيدخلوا دي مونطون صغار ب 20 دولار 30 دولار 300 درهم 200 درهم من 2010 ل 2013 طلعت القيمه ديالها ب 1000 صعود صاروخي ل 1200 دولار دونك هادشي راه كان في 2008 و 2009 كل واحد الى رجع الذاكره ل 2008 و 2009 فين كان شنو كان كيدير ما يعني بعاد على هادشي اللي واحد الوقيته الناس كانوا كيبقشوا تيقلبوا وكيحاولوا يستافدوا التكنولوجيا فاش بانت اول مره الناس اللي حطوا واستثمروا فلساتهم في 2010 في 2013 راه بدات عندهم فلسات صحيحه بات عندهم 2018 يعني اليوم تقريبا وصلت 5500 دولار دائما في التصاعد طلعت قبل في الاخر ديال 2017 كانت وصلت تقريبا 19000 دولار وانخفضت دابا 5500 دولار دونك العمله الرقميه هي تبدا وسيله جديده للاداء
بيمو هي في المستقبل ديال الاداء. علاش؟ لان فيها الحلول ديال المشاكل اللي كاينه حنا في التعاملات اليوم. من بين المشاكل اللي كاينه في التعاملات ديالنا اليوم كتكون هي واحد المشكل بسيط ديال الفلوس اللي عندنا دابا حنا 200 درهم دابا، واش القيمه ديالتها هي القيمه اللي كانت هذه 10 سنين 15 عام 20 عام؟ حنا كنمشيو واحد الفكره شويه غلط. علاش؟ كنقولوا بان المعيشه غلات، هي ماشي المعيشه اللي غلات، راه الفلوس اللي طاحت لها القيمه ديالها. المعيشه هي هي الفلوس طاحت القيمه ديالها. واحد لقيتها 200 درهم كانت كتعمر لك البفه، دابا ما كتعمرش لك البفه. ونزيد من هنا لواحد 5 سنين 10 سنين غادي تولي 1000 درهم كدير الخدمه ديال 200 درهم، خصوصا مع تعويض الذهب. شنو هو تعويض الذهب؟ هو انه غادي يولي يتحكم في القيمه ديالو بحال البفه 100%. اش كيديروا ليه دابا؟ كيمرنوه. تيمرنوه يعني كيدربوه عاد يطلقوه يبيعوه. كان هو شحال هذه اللي هي الدولار 40% والدولار الاورو 60%. دابا مرنوه تقريبا ب 2.5 2.5 من هنا 2.5 من هنا، يعني تيطلع وتيهبط. ولكن من هنا لقدام فاش غادي يتعوض غادي يشوف واش كاين عليه الطلب، غادي تطلع القيمه ديالو، ما كاينش عليه الطلب غادي تطيح القيمه ديالو. وكنت شي هذا صراحه هذا المجال ديال الاقتصاد وهذا التكنولوجي ديال البلوك تشين راه اي حال تيبان راه تيبان في واحد المرحله اللي مهمه. كاينين الناس اللي ما عارفينش بحق هذا الشيء هذا وما فاهمينوش وما وصلهمش واحد الوقيته غيلقاو راسهم محطوطين في الامر الواقع. ولكن شنو غيكتشفوا؟ انه كاينين الناس اللي خداو هذه المعلومات وبحثوا وقلبوا واستافدوا الله يرحم الوالدين. دونك هذا المجال ديال العمله الرقميه مهم بزاف، المجال ديال الوقت مهم بزاف، وحل من الحلول في هذه الازمات الماليه اللي جايه مستقبلا. وهذه الهضره ديال الخبراء في مجال الاقتصاد في العالم ماشي هضره ديالنا حنا، حنا راه غير كنجيبوا الهضره اللي كيقولوها الناس اللي ديال الدومين وكنوصلوها للناس اللي ما عارفينش. هذه التكنولوجيا ديال الوقت راه كيهضروا عليها العالم كله كيهضر عليها، تنقولوا حنا هي لابوط ديال هذا الوقيته. نزيد لكم مشكل اخر اللي كاين في الفلوس، كاين التزوير، كاين التزوير، كاين السرقه، تحد من الفساد كذلك باش انه ما يبقاش غير داك التهريب ديال الفلوس والتبييض ديالها وزيد وزيد ولا يقولوا بها الناس مثلا جماعات ارهابيه يشروا بها السلاح يشروا بها المخدرات الى اخره، يعني المعادلات والتعاملات الغير مشروعه وغير قانونيه في العالم. كاين بزاف ديال المشاكل كيف قلنا، كاين التزوير، العمله الرقميه غير قابله للتزوير نهائيا، راه كتسمى عمله مشفره يعني كريبتي، سرقه ما يمكنش تسرق. كاين واحد المساله، هل البيتكوين فاش بان طريق الحال كنهضروا على ديفلوبمون على التطور، اي حاجه في العالم كتطور. هاد العمله الرقميه من 2009 لدابا حتى هي بدات كتطور، يعني بداو كيبانوا عمله رقميه جداد من مور البيتكوين اللي كيصلحوا شي مشاكل كانت في البيتكوين. يعني واخا عمله خرجات حنا في بزاف ديال المشاكل اللي كانت في العمله الورقيه الملموسه والمطبوعه، رغم ذلك بحكم انها هي الاولى مرات من واحد المراحل اللي كانت غلطات في شي حوايج كانت ناقصه، شي حوايج ماشي هي هذه، جاو عمر رقمية من بعد اللي استافدوا منها وصلحوا هذه المشاكل. بحالاش؟ بحال المساله اللي قال السي بكر ديال انك العمله انك العمله ديالتك تكون مراقبه وما يمكنش لك تعامل بها في شي غرض ولا في شي حاجه غير مشروعه وغير قانونيه. البيتكوين في الاول طاحت في هذه المشكله، يعني اي واحد باغي البيتكوين ممكن انه ياخذ مثلا الوقت بغات البيتكوين غتدخل انت ممكن انها دير منها شي عمليه غير مشروعه في البلوك تشين. دائما كنهضروا في هذا البلوك تشين، تقدر هي مثلا دير شي عمليه ماشي هذه اللي يجيو الناس مسؤولين على مراقبه ديال التعاملات الماليه في البلوك تشين غيلقاو بان دارت واحد العمليه ماشي هي هذه. باش البيتكوين شكون اللي دارها؟ الله. علاش؟ لانها ما كايناش فيها راه بلاصه بيجي هما اللي هما معروفين شكون هما. هذا كان مشكل فاش جاو العمال اللي من بعد صلحوا هذه المشكله، منهم شركه اوليفز ديال العمله الرقميه ديال الاس جي سي. يعني داروا اي واحد دخل باغي ياخذ العمله كيحط الوثائق التعريفيه ديالو اللي كتسمى الكا وي سي نو يور كاستمر او النظام تعرف زمان اللي كاين حتى في الابناك القضيه اللي كتمشي تبدا تفتح كونت في الام سي او هذا اش كيقول لك؟ السلام عليكم. 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 السل
العمليه والمونطون ديالها وفين مشاو دوك الفلوس؟ شكون هو عاوتاني الطرف الاخر اللي استقبل؟ ياك نفس الشيء بالنسبه للعمله الرقميه الجديده، العمله ديال الشيء السياسي حتى هي دارت هذا الشرط هذا، ملي كتدخل كتاخذ العمله ديالك كتحط وثائق تعريفيه باش كتغطي هذيك الفرصه اللي كانت في الوقت. كان كذلك واحد المشكل اخر في البيتكوين شنو هو؟ هو انه ما كانش عنده مقرات، ما كانش مكاتب، يعني كان ديسونتراليزي، ما كانش معروفين الادارات ديالو فين كاينين وما معروفش شكون مولاه. فبالتالي كنشخط واحد المشكل ان الناس اللي كياخذوا البيتكوين ملي كيوقع عليه شي مشكل وكاين فيروس السيبور ما كاينش سيبور، شي دير ليه ايرور شي رقم ما كاينش سيبور، ما كاينش اللي يتجاوب معاك، ما كاينش اللي غادي يتواصل معاك، ما كاينش اللي غادي يحل لك المشكل، وما كاينش مقر، ما كاين حتى شي حاجه. دونك الشركه اللي جاو من بعد شركه اوليكس عندها مقرات وعندها مكاتب، عندها سيبور، عندها موظفين. اش كيديروا هاد الناس؟ الا وقع لك مشكل في الكونت ديالك كتراسل معاهم تيجاوبوك سير بلاص. وكاين الناس اللي دخلوا معنا الشركه وايفيكتيفمون وقعوا لهم مشكلات، شكيله ثلاثه بسيط مثلا بغي يغير شي حاجه ولا وقعت له شي حاجه في الكونت كيراسل سيبور تيجاوبوه سير بلاص. يعني سون فوت حتى كيبقاو معاه في التواصل حتى كيتحل المشكل. وهذا شيء رئيسي واساسي ومهم بزاف، لان حنا كنهضروا على الاموال والاموال خاصها تكون امنيه وخاصها تكون فيها متابعه. بطبيعه الحال ما يمكنش تكون الا عبر هذه المساله ديال يعني تكون اداره الموظفين ديالها اللي كيتواصلوا مع اصحاب هذه المبيعات. ثم كاين مساله اخرى مهمه بزاف الكونتر بارتي ديالها بالدولار.
هاد العمله ساءت باش ان يكون الكونتر بارتي ديالها هو اصل من الاصول اللي هو مهم بزاف اللي شنو هو اللي هو الرو اللي هو الذهب. ولات كتبان عمله رقميه اللي محميه باش محميه مثلا بالالومنيوم محميه بالرصاص محميه بالبترول محميه بسلسله فنادق فهمتوا؟ هاد العمله هادي ارتأت باش انها تعتمد على واحد الاصل من الاصول اللي هو الذهب اللي عنده تاريخ مهم بزاف وكل شيء كيعرف بان الذهب كان واحد الوقيته يعني كان كيستعملوه الناس حتى في حتى في الفلوس وراه واحد الوقيته المهم تاريخ طويل ديال المال باش عاد سيباراو على الاوراق ولاو الاوراق هكا كيتطبعوا تيتطبعوا غير هكا في المشكل اللي ادى للتضخم الى اخره. دونك بالاس جي سي سكيور جولد كيرونسي عمله محميه بالذهب بنسبه 50%. وهذا الشيء اللي هو مهم بزاف اللي شنو غادي يدير؟ غادي يعطيها واحد القيمه واحد لافالور بغي يخليها تهبط عليها في جانب كيف ما كان الحال.